بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في الفيديو ده هوريكم برنامج قرآن مترجم لأكتر من لغة، وانت تختار اللغة اللي انت عايزه يترجم بيها، بس برضه هيبقى مكتوب بالعربي والترجمة التانية برضه مكتوبة. وهو ده البرنامج اللي بيتحرك ده، القرآن all language، يعني القرآن لكل اللغات أو بكل اللغات. سورة الفاتحة دي اللغة الإنجليزية، بيبقى فيه في بالصوت، يعني بينطق صوت بس بينطق اللي هو القراءة اللي بالعربي، بس عشان الصوت يشتغل محتاج نت. شوفوا اهو، إياك نعبد وإياك نستعين. اهو محتاج نت عشان صوت يشتغل، لكن بالقراية مش محتاج صوت، مش محتاج نت. هي دي كل اللغات اللي موجودة: بنجالا وانجليش وتشاينيز اللي هي الصين، وجابانيز اليابان، والبانيان الألبانية، بلغاريان بلغارية، وفرنساوي وألماني وأندونيسي وإيطالي، كتير كتير في كتير، وروسي وأسباني وتركي. وده الألماني أهو، مينفعش انه يشتغل الصوت عشان خاطر ان النت مش شغال، محتاج نت عشان الصوت يشتغل عشان يقرا بالعربي. ده كده اللغة الألمانية. ده الروسي. ده الفرنساوي. كل دي لغات اللي القرآن هيترجم لها في البرنامج ده. وهكذا بقى مع كل السور بيترجم للغة اللي انتوا عايزينها، اللي انتوا تحددوها. وبكده يبقى هو ده الفيديو، ممكن وصلنا لنهايته. هبقى اسيب لكم الرابط بتاع البرنامج ده في الوصف. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وكومنت وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يصل لكم كل جديد. سلام عليكم.